فنان جميل وله أعمال درامية محفورة في عقول الناس، لكن أهم ما يميزه هي صراحته وآراءه اللي بتكون حيادية لما يقول رأيه في قضية معينة. هو الفنان طارق الدسوقي اللي طلع ووجه رسالته للفنانة الكبيرة إلهام شاهين بعد الظروف الأخيرة اللي مرت بيها. إيه اللي قاله طارق الدسوقي لإلهام شاهين؟ وإيه هو الطلب اللي طلبه منها؟ وإيه علاقته بالفنانة المعتزلة حنان ترك؟ ويا ترى قال لها إيه بعد اعتزالها الفن؟ تعالوا نشوفوا الحكاية مع بعض. طارق الدسوقي ممثل مصري، اتولد في الأليوبية لأب شغال في السكة الحديد وأم ممرضة بوزارة الصحة. حصل على بكالوريوس التجارة من جامعة عين شمس، ثم التحق بعد كده بمعهد الفنون المسرحية وتخرج منه سنة 1983 علشان يبدأ بعدها مسيرته الفنية اللي ضمت أعمال فنية كتيرة ومتنوعة. الفنان طارق الدسوقي في حوار تلفزيوني خلال الكام ساعة اللي فاتوا اتكلم عن أكتر من قضية ووجه رسالة كمان أو رسائل كتيرة كمان لعدد من زميلاته في الوسط الفني، منهم الفنانة إلهام شاهين اللي قال إنه مش عاجبه طريقة تعاملها مع الصحفيين وأسلوب ردها على الناس بطريقة مستفزة. قال كمان إن إلهام صديقة عزيزة علشان كده ما يحبش يشوفها عنيفة كده مع الناس. طارق الدسوقي قال إن إلهام شاهين كانت زميلته في معهد الفنون المسرحية وغالية عنده، ومش عاجبه كمان طريقة ردها على الناس بالشكل ده وعلى بعض منتقديها. وجه رسالة وقال لها اهدي يا إلهام شوية، الواضح إن المواجهة اللي خطيها في الأيام الأخيرة خليتك تكوني طول الوقت مستفزة قوي. عن كمان المخرجة ناس الدغيدي، قال طارق الدسوقي انه ما يعرفهاش بشكل مباشر وما اشتغلش معها قبل كده، لكن هو له تحفظ على رأها الشخصية، لان الشخصية العامة او الفنان لازم يبقى عارف ايه اللي بيتقال وايه اللي ما يتقالش، ولازم يكون في عدم خلط بين الحياة الخاصة واللي بيقدمه الفنان او الفنانة للناس من اراء. بخصوص اعتزال الفنانة حنان ترك، رد طارق الدسوقي وقال ان هو افتقدها كتير جدا في الفن طوال الايام اللي فاتت، ومش موافق كمان على قرار اعتزالها، وكان بيتمنى انها تستمر لانها فنانة كبيرة وعظيمة وموهوبة ولها رصيد كمان من الحب في قلوب الناس، ووجه لها رسالة كمان وقال ارجعي يا حنان، الفن رسالة مهمة جدا. طارق الدسوقي بدايته كانت في فيلم لا تسألني من أنا مع يسرى وفاروق الفيشاوي وإلهام شاهين، واللي بيعتبر انطلاقته الحقيقية في مشواره اللي قدم فيه 80 مسلسل منها عجائب القصص والإمام الغزالي وقضاء عظماء وأخت تريز. وفي مجال كمان السينما شارك طارق الدسوقي في 15 فيلم، منهم فيلم 3 تحت المراقبة، المعلمة سماح، دقات على بابي، ورجل ضد القانون. طارق الدسوقي معروف للجمهور بالفنان اللي أبدع في تقديم شخصية المشير عبد الحكيم عامر في فيلم ناصر 56، اللي قام ببطولته أحمد زكي وقدم شخصية الزعيم جمال عبد الناصر للمؤلف محفوظ عبد الرحمن والمخرج كمان محمد فاضل، وده الفيلم اللي قدم جزء بسيط من فترة حكم عبد الناصر خاصة بعد تأميم قناة السويس اللي تعتبر من أهم إنجازاته. عن الموقف اللي حصل بينه وبين العملاق أحمد زكي، قال طارق الدسوقي إنه لما بدأ دور المشير عبد الحكيم عامر في فيلم ناصر 56 نصحه الفنان أحمد زكي في التصوير وقال له انت عاوز تحلف للناس انك بتمثل، خليك طبيعي ومثل بطبيعتك علشان تعمل الدور كويس، ودي النصيحة اللي قال عليها طارق الدسوقي ان هو مش هينساها ابدا. اما اخر الاعمال التلفزيونية اللي قدمها طارق الدسوقي كان دوره في مسلسل قضاء عظماء اللي تعرض سنة 2018 وضم عدد كبير جدا من النجوم، منهم احمد عبد العزيز، حسن يوسف، سوزان نجم الدين، وعدد من الفنانين من تأليف كمان احمد وليد مارديني واخراج عبد القادر الاطرش.